تحت شعار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق مسؤولية وطنية، احتضنت محافظة البصرة المؤتمر الوطني النيابي لمواجهة خطر الممنوعات التي باتت تفتك بالمجتمعات، بعد إحصائيات خطيرة كشفت عن اعتقال نحو 11,000 مواطن بتهمة التعاطي والمتاجرة خلال عام واحد فقط. يعني هذا المؤتمر في الحقيقة نسعى من خلاله ليس فقط يعني استعراض منجزات أو مشاكل، وإنما إلى توفير حلول، وأيضا جزء من المشاكل ستصدر توصيات بإلزام المحافظات بحلها على المستوى المحلي لأنها تتعلق بتوفير دعم مالي. التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي مثل خطر التعاطي في المحافظات الجنوبية أكدت إعادة تفعيل عمل اللجان الفرعية برئاسة المحافظين، وتكثيف الزيارات التفتيشية للمواقع العامة والصيدليات، فضلا عن إنشاء برنامج إلكتروني لإحصاء النسب وشرائح المتعاطين. هو بالحقيقة هذا مؤتمر لتباحث بين أربع محافظات مع لجنة البرلمان، لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان، لغرض نشوف شنو المعوقات لتعيق تأدية الأجهزة الأمنية دورها في مكافحة المخدرات. وتم الاتفاق على تخصيص بعض التخصيصات المالية الخاصة بدعم هذا الجهاز عن طريق توفير البنايات، عن طريق توفير الآليات، عن طريق توفير الكياب السابع. نحن في محافظة قار حقيقة وفرنا مساحة خاصة بالمتعاطين الذين يأتون طوعية، ولكن المشكلة الأكبر التي تكمن بالمتعاطين هم الذين موقوفين أو مسجونين حاليا ضمن وزارة الداخلية، حقيقة لا توجد مصحات خاصة بهم. وفي الوقت الذي يزداد فيه خطر المخدرات على الأهالي وخصوصا شريحة الشباب، عادت التوصيات لتؤكد ضرورة تكثيف الدور الرقابي الحكومي في وزارتي التربية والتعليم العالي وتوعية الطلبة بمختلف الأعمار من خلال الندوات والحوار، فضلا عن تخصيص مراكز تتلائم مع حجم الخطر لمنتسبي مكافحة المخدرات ولعلاج المدمنين. هذا الإرهاب أو الداعش الوجه الثاني، وهذا يعني عبارة عن الإرهاب الصامت اللي دخل بيوتنا بدون استئذان، وأيضا ماضين بتعديل المادة 50 لسنة 2017 فيما يخص قانون مكافحة المخدرات لصالح العام إن شاء الله مستقبلا. وبينما تتحرك اللجان النيابية لاستيعاب خطر المخدرات على المحافظات الجنوبية، تشير معلومات شبه رسمية إلى أن كيلوغرام واحد من المواد المخدرة يدمر أكثر من 2000 عائلة من خلال التفكك الأسري الناجم عن التعاطي. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة.